المنظمات الأممية قالت في تصريحات سابقة لها أنها بحاجة إلى هدنة لمدة أسبوع من أجل البدء بتطعيم أطفال قطاع غزة، خاصة في المناطق الجنوبية التي يتكدس فيها ما يقارب من 2 مليون مواطن، وهم سيبدأوا بحمل التطعيم لما يقارب من 500,000 طفل في مناطق جنوب قطاع غزة لمن هم أقل من 10 أعوام. وبالتالي حتى هذه اللحظة التجهيزات جارية من المنظمات الأممية ومن وزارة الصحة ومن الأونروا أيضا التي تشرف على هذا المشروع الآن لتطعيم الأطفال من خلال تشكيل 400 لجنة موجودة في مناطق جنوب قطاع غزة، ستبدأ بالانطلاق باتجاه مراكز الإيواء وباتجاه مراكز تجمع الأطفال في مناطق جنوب قطاع غزة. نتحدث عن وقت متوقع على أن يكون أو تبدأ هذه الحملة يوم السبت من الأسبوع، بداية الأسبوع المقبل ستبدأ في مناطق جنوب قطاع غزة، هذا بحسب مصادر خاصة في مناطق جنوب القطاع. حتى هذه اللحظة تم إدخال اللقاحات إلى الثلاجات وإلى المراكز الصحية التي يعني يتوجب وجود ثلاجات فيها لحماية هذه اللقاحات الموجودة في مناطق جنوب قطاع غزة. الوزارة والمؤسسات المختصة قالت أنها قامت بالتعاون مع مؤسسات وعيادات موجود فيها أماكن للحفاظ على سلسلة التبريد الخاصة بالحفاظ على حيوية هذا اللقاح في مناطق جنوب قطاع غزة. وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث بشكل رسمي عن هدنة متوقعة على يوم ولا يومين، ولكن بحسب المصادر الإسرائيلية أو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أنها هذه الهدنة متوقع أن تكون تحديد ساعات وأماكن للبدء بتطعيم الأطفال في مناطق جنوب وشمال قطاع غزة. نعم، ماذا عن التطورات الميدانية هذا الصباح والساعات الأخيرة؟ نعم، منذ الساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي ويواصل غاراته في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وفي المنطقة الجنوبية لقطاع غزة مدينة رفح تحديدا، مع استمرار القصف والغارات في المنطقة الشرقية لمخيم المغازي وشرق مخيم البريج. منذ الساعات صباح هذا اليوم سقط 29 ضحية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، آخرها كان استهداف خيمة ومواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، أدى هذا لسقوط 5 ضحايا، سبقها وصول 7 ضحايا من أماكن الاستهدافات المتفرقة في مدينة رفح، وصلوا إلى مستشفى الأوروبي وتم تشجيعهم قبل قليل. أيضا وصل منذ ساعات صباح هذا اليوم 7 ضحايا أيضا إلى مستشفى ناصر في المنطقة الغربية.